الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الثانوي ازيك يا شباب؟ هنحل النهارده ان شاء الله مساء مع بعض على التبادل والتوفيق من كتاب بنك الأسئلة والامتحان التدريبية المعاصر. السؤال الأول بيقول لي نون توفيق 3 بيساوي 4 فإن نون بيساوي نقطة. عايزين نقول إذا كان نون توفيق 3 بيساوي 4 فإن نون بتساوي نقطة. دي ممكن نجرب الآلة الحاسبة نشوف مين العدد اللي توفيقه بيديني توفيقه 3 يديله 4 أو نستخدم القانون في الحل. كلنا عارفين الآلة الحاسبة يا ولاد بنعمل التوفيق اللي هو الزرار شيفت سي دي التوفيق. ماشي شيفت سي ده التوفيق بتاعنا. طيب نعملها بإيدينا كده بالقوانين. رقم واحد هتقعد تجرب على الآلة مين توفيق 3 يديك 4 تمام. طيب بإيدينا باستخدام القوانين انت عندك نون توفيق 3 يكون نون لام 3 على مضروب 3 او بتقول له نون توفيق 3 هي مضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت في مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت مضروب اللي فوق كل دي يساوي 4 لان هو بيقول لك 4. طب مين الاسهل؟ احنا عندنا طبعا الاسهل اللي فوق لان هنا هيبقى في مجهولين هنقعد نخرج ونعمل فنشتغل من اللي فوق دي نعمل مقص يعني نقول اذا نشتغل من القاعده اللي فوق دي بقى يا شباب تمام. يبقى عندك نون لام 3 بتساوي 4 مضروب 3. 4 مضروب 3 ال 4 تدخل جوه يبقى دي مضروب 4. طيب نون لام 3 بيساوي 4 نون مضروب 3 و 4 ال 4 اللي هي 4 في 3 في 2 في 1. طب عدد يتضرب في نفسه 3 مرات اللي هو ايه؟ الاربع عدد في اللي قبله في اللي قبله يعني. يبقى العدد ده اللي هو ايه؟ ب 4. يبقى نون هتساوي 4 لان هنا 4 في 3 في 2. يبقى نون لام 3 بيساوي 4 3 في 2 اللي هي 4 لام 3 بتساوي 4 في 3 في 2. فهمنا؟ يبقى عندك نون هتبقى بايه؟ ب 4. او تجرب على الاله الحاسبه تجيب الاله الحاسبه وتقعد تجرب كده تقول له 4 توافيق 3 هيديك 4 يبقى الرقم 4 تمام. ده رقم واحد يبقى الاختيار بتاعنا النون ب 4 يعني نختار رقم ب. طيب السؤال اللي بعده اذا كان 6 توفيق راء بتساوي 5 توفيق راء فان راء بتساوي نقط. خد بالك انت عندك هنا ده علم ده يساوي علم يبقى الدليل اللي عندك هيساوي صفر. الدليل هيساوي صفر يبقى الراء اللي عندك دي بتساوي صفر. النتيجة بتاعتنا تبقى رقم ج. السؤال اللي بعده رقم 3 إذا كان مضروب نون بيساوي 720 فإن نون لام 2 بيساوي نقطة. طيب مين العدد اللي مضروب 720؟ برضه على الآلة الحاسبة ممكن نجرب مثلا نشوف العدد مين اللي هو الستة. من كتر تكرار الحل يا ولاد بنحفظ الأرقام الستة مضروبة ب 720 معنى كده إن النون دي تبقى بستة. النون عندنا بستة. طب هو عايز نون لام 2 يبقى ستة لام 2 يعني 6 في اللي قبلها 6 في 5 هتديني 30 تمام. سؤال التباديل برضه او زر التباديل اهو عارفينه نكتب هنا الزرار بتاع 6 الاول اهي شيفت وعلامه الضرب و2 تطلع بايه ب 30. ده الزرار المضروب وده زر التوفيق وده زر التباديل وده زر التوفيق وده زر المضروب اللي فوق. السؤال اللي بعده رقم 4 هنا بيقول لي اذا كان نون توفيق 5 بتساوي نون توفيق نون ناقص 2 فإن النون بكام؟ طبعا يا شباب طالما العلم بيساوي العلم يبقى الدليل بيساوي الدليل أو العلم بيساوي مجموع الدليل زائد الدليل. يعني أنت عندك احتمالين يا إما إن الخمسة دي بتساوي نون ناقص 2 يعني الدليل بيساوي الدليل أو إن العلم بيساوي مجموع الدليل اللي هنا والدليل اللي هنا يبقى 5 زائد نون ناقص 2. هنا يبقى أودي الرقم بعكس الإشارة يعني 7 تساوي نون أو ان هنا النون هتروح مع النون ده مرفوض طبعا فيبقى النون بكام؟ قيمتها ب7. نختار الاجابه بتاعتنا رقم ب. السؤال رقم 4 شوف السؤال اللي بعده رقم 5 اذا كان 17 لام ميم زائد 5 بيساوي 29 لام ميم زائد 5 فان ميم بنقط. طيب لاحظ معايا في رقم 5 انت عندك هنا العلم لا يساوي العلم يبقى الدليل بصفر. يعني انت عندك 17 لام ميم زائد 5 يساوي 29 تبديلة ميم زائد 5 فلازم الدليل اللي هنا يساوي ايه؟ صفر. يعني ميم زائد 5 بيساوي صفر يعني ميم بتساوي سالب 5. طيب رقم 6
يبقى كده خلاص رقم 5 هنجاوب على الإجابة بتاعت السؤال الباء دي ايه، السؤال 5 دي ايه بقى. السؤال رقم 6، إذا كان نون لام 4 بيساوي 504 في نون، فوجد قيمة نون. طيب احنا عندنا هنا ممكن النون نقسم، يعني نقول نون لام 4 على نون بتساوي 504. نون لام 4 اللي هي نون اهي في اللي قبلها، اللي هي نون ناقص 1 في اللي قبلها، في اللي قبلها كده 4 مرات، كل ده بيساوي 504 نون. هنقسم بقى على نون هنا ونون هنا، نون تروح مع نون، فيبقى نون ناقص 1 نون ناقص 2 نون ناقص 3 بيساوي 504. نشوف ال 504 يعني عدد في اللي قبله في اللي قبله، هنا 504 اللي هو 9 في 8 في 7، ده بيديني 504. 9 في 8 في 7 تمام. يبقى نقول النون ناقص 1 دي بتساوي 9، يعني النون هتبقى ب10. السؤال اللي بعده رقم 7، يبقى إجابة السؤال رقم 6 هناخد د. السؤال اللي بعده رقم 10، رقم كام؟ رقم 7. إذا كان نون لام راء تساوي نون ناقص 1 نون ناقص 2 في نقط، هي 5 في 4 في 3، فإن راء بتساوي نقط. طيب دي تحل ازاي؟ احنا عندنا نون لام راء اللي هي نون في اللي قبلها في اللي قبلها، بقول لك لحد ايه 5 في 4 في 3. طيب هو جاب لي يا شباب التلاتة اللي هو اخر ناتج. طب اخر ناتج بيجي ازاي؟ بقول له الرقم اللي عندي اللي هو اللي فوق هنا ناقص اللي تحت زائد ايه زائد 1. يبقى دايما اخر واحد بيجي ازاي؟ بيبقى العلم على العلم ناقص الدليل، احفظ القاعدة دي، العلم ناقص الدليل زائد 1 بيساوي اخر رقم. دي من ضمن الملاحظات في الحل، هيبقى العلم اللي هو نون ناقص الدليل اللي هو راء زائد 1 اخر رقم اللي هو 3. هو عايز بقى راء، يبقى انت هتودي العدد بعكس الاشارة، يعني يودي الراء بالناحية التانية كده، والتلاتة تيجي هنا مع الواحد، هتبقى راء بتساوي نون ناقص 2. يبقى الإجابة بتاعتنا للسؤال رقم 7 هتبقى رقم ب. بناخد بالنا يا ولاد ان العلم ناقص الدليل زائد الواحد بيساوي اخر رقم، فاهمين؟ جربها كده في اي مسألة، يعني انت مثلا مثال بسيطة 7 تبديل 3 اللي هي 7 في 6 في 5. 5 دي جت ازاي؟ 7 ناقص 3 زائد 1، 7 ناقص 3 زائد 1 فعلا يا ولاد تمام. فدايما الرقم الاخير بيساوي او بيجي نتيجة الفرق بين العلم والدليل وبإضافة 1. طيب السؤال اللي بعده وصلنا للسؤال، يبقى الإجابة بتاعتنا يا ولاد خلاص رقم 7 هناخد رقم ب. السؤال اللي بعده رقم 8، إذا كان س ناقص 2 في نون توفيق 3 بيساوي نون لام 3 فأوجد قيمة س. س ناقص 2 مضروبة في نون توفيق 3 تساوي نون لام 3. يبقى انت عندك س ناقص 2 هنا نون توفيق 3 يعني نون لام 3 على مضروب 3 بيساوي نون لام 3. نختصر ده مع ده ويبقى س ناقص 2 بتساوي مضروب 3، يعني س ناقص 2 بيساوي 6، يعني س تبقى ب8. السؤال اللي بعده رقم 9، يبقى هنعلم على رقم ج في السؤال 8. السؤال 9 بيقول لي 15 تبديلة راء زائد 1 على 14 تبديلة راء تساوي نقط. احنا نعمل القانون برضو يا شباب، مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، وهي نفس الكلام ونحلها. 15 لام راء زائد 1 على 14 لام راء،
يبقى مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، يبقى 15 ناقص راء ناقص واحد. مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، 15 ناقص واحد 14 ناقص راء، يبقى هنا 14 ناقص راء وهنا 14، ده يروح مع ده، فيتبقى عندك مضروب 15 على مضروب 14. مضروب 15 هنطلع 15 بره، مضروب 14 على مضروب 14 هيبقى معانا ب15. السؤال اللي بعده رقم 10، نفس الفكرة يا شباب، بس هو جاب لي هنا تبديلة مع توفيق. بيقول لون لام راء على نون توفيق راء، نون لام راء على نون توفيق راء، ده هنعملها ازاي؟ ايوه ولاد، نون لام راء على نون توفيق راء. خد بالك التوفيق ده بنحوله، يعني هنا نون لام راء ده القانون بتاعه، نون لام راء على مضروب الراء، مقام المقام بسط وده يروح مع ده، فيطلع الناتج مضروب ايه؟ مضروب راء. الإجابة بتاعتنا رقم 10 هتبقى رقم ب، احنا كده تعويض مباشر في القانون، رقم ب. طيب السؤال اللي بعده رقم 11، إذا كان نون لام راء يساوي 720 نون توفيق راء، عايزين نجيب ايه؟ راء. طيب انت عندك التوفيق تعمل القانون بتاعها، يعني تقول هنا نون لام راء بتساوي 720، هنا تقوم قايل له نون لام راء على مضروب الراء، نون لام راء تروح مع نون لام راء، فيبقى 720 بيساوي مضروب راء. يعني مين العدد اللي مضروب 720؟ عدد طبعا 720 دي ممكن نقول 10 من 72 9 في 8، فيبقى مضروب مين؟ مضروب العشرة، يعني الراء تبقى ب10، فهمنا؟ يبقى رقم 11 هنقول له الراء بتساوي، فين رقم 11؟ طيب هنا لسه فيه أرقام تانية، هنفك العشرة بتاعتنا دي خليها 5 في 2، وهنا 9 نقول 3 في 3، وهنا 4 8، 2 في 4 يبقى أنا عندي 5، وهنا 2 في 3 ب6، وهنا عندي ايه تاني؟ 3، وهنا 2 في 4 8. لا هنكملها كده يا شباب، 5 في 2 5 نزلت، وهنا يبقى 6 في 5 في 4 في 3 2 في 1، يبقى 5 وهنا 6، هنا 3 في 4 دي نخليها ايه؟ 2 و2، ماشي. يبقى هنا الاتنين اهيت، الأربعة تيجي، وهنا الاتنين في 1، يبقى ايه؟ مضروب الستة. تمام، مضروب الستة بيساوي كام؟ 720. أول الحاسب الراء بيساوي 6. خلاص كده يا شباب فهمناها، يبقى تاني كده أقولها، مضروب الراء 720 يعني 10 في 9 في 8، ونقعد نفكك بقى، 10 في 5 في 2 وتسعة في 3 في 3 أو 8 بالآلة، يعني بالظبط الحاسبة تقول له هنا مين العدد المضروب 720؟ قلت له 6 شيفت اي كده، جرب ويديك الناتج 720، فهمنا؟ يبقى الراء بتساوي 6. السؤال اللي بعده رقم 12، يقول نون لام نون بتساوي 5040، فإن نون بتساوي نقط. احنا عارفين نون لام نون دي معناها مضروب نون، يعني مضروب نون ب5040. نشوف مين العدد اللي مضروبه 5040، نشوف الاختيارات كده، نجرب الاختيارات. هو جايب لي سالب 1 مش هتنفع، 5 مش هتنفع، والسبعة تعالوا نشوف 7 كده، 7 شيفت وهنا الزرار المضروب هتطلع معاه، تبقى النون بتساوي 7. السؤال رقم 13، أي القيم الآتية يمكن أن تساوي نون لام 2؟ مين في دول؟ يعني عدد الضرب في اللي قبله يديك كام؟ الاختيار في الصح، مين في الاختيار تنفع يعني؟ 24 4 في 6، 25 5 في 5، 27 هتبقى ايه؟ 3 في 9 ب27، ال 30 هي اللي تنفع لان 30 عبارة عن 6 في 5، يبقى عندك 6 لام 2 يعني تبقى 6 في 5 ب30، فهمتوا؟ يبقى الاختيار اللي ينفع الاجابة بتاعتنا هي دال، دال دي اللي تنفع. طيب السؤال اللي بعده رقم 14، اذا كان نون توفيق نون ناقص 2 دي 3، نون ناقص 3 بيساوي 20،
في ان النون بتساوي نقطة. ممكن تجرب في الاختيارات، تقعد تجرب ارقام عشان وقت الامتحان، يعني الرقم اللي هيقول له لو عوضنا مثلا باربعة، اربعة توفيق هنا واحد، اربعة توفيق واحد، وهنا خمسة، خمسة توفيق اتنين، وهنا ستة. تقعد تجرب بالآلة. انت عارف طبعا يعني العدد، لما تقول مثلا جرب كده لو عوضنا اربعة يبقى اربعة توفيق ايه؟ واحد. اربعة توفيق واحد يبقى اربعة، مش هتنفع. طيب عوض بخمسة، خمسة توفيق اتنين اللي هي خمسة في أربعة على اتنين في واحد، تطلع عشرة، مش هتنفع خمسة. تعال نعوض بستة، ستة توفيق تلاتة اللي هي ستة في خمسة في أربعة على تلاتة في اتنين في واحد، تطلع فعلا بعشرين اللي هي الستة. يبقى دي ايه؟ تجرب في الاختيارات اللي ينفع معاك، لكن لو عملناها قوانين هتاخد منك ايه يعني شغل كتير. جرب الاختيارات عشان وقت الامتحان. طيب عشان برضو اللي عايز يفهم اكتر، احنا الحل الاخر اهو يا شباب، هنعمل هنا مضروب اللي فوق على المضروب اللي تحت، مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، يبقى ان هو تروح مع النون تبقى هنا تلاتة، بتساوي كام؟ عشرين. النون ناقص تلاتة ديت عايزين نتخلص منها. طبعا العشرين تتضرب في مضروب تلاتة تتضرب، وهنا دي نخرجها بره، يعني نخرج النون هنا وبعدين نخرجها تاني وبعدين نخرجها تاني، ونون ناقص تلاتة هتروح مع ناقص تلاتة، فيبقى عدد في اللي قبله في اللي قبله بيساوي عشرين في مضروب تلاتة. عشرين مضروب تلاتة ديت مضروب تلاتة اللي هي تلاتة في اتنين بستة، يعني عشرين في ستة، عشرين في ستة ديت بإيه؟ بمية وعشرين. عشرين ستة دي بمية وعشرين، تمام. فهنشوف بقى عدد في اللي قبله في اللي قبله مية وعشرين، ممكن نقول اللي هي كام في كام في كام. هنا ستة، لو نفعت ليها ستة يعني ستة في خمسة في أربعة كده تمام، يبقى هي مظبوطة. حل آخر اهوت لو مش فاهم، يبقى هي الستة تطلع معانا بالستة برضه، تمام. يبقى إجابة رقم حداشر هناخد اللي هي المية وعشرين، يعني رقم ستة حداشر إجابتها العدد هيبقى ستة يعني يا ولاد. السؤال أربعتاشر يبقى ناخد دال. طيب السؤال اللي بعده رقم خمستاشر، إذا كان نون ناقص تلاتة تبديل سبعة بيساوي مضروب تمانية، فإن النون بتساوي نقطة. شايفينها؟ نون ناقص تلاتة تبديل سبعة بيساوي مضروب تمانية. طيب مضروب تمانية دي اللي هي تمانية في سبعة في ستة في خمسة في أربعة، ممكن نجيب قيمتها العددية يعني، ونعمل هنا القانون مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت ونفكها. حل آخر برضو اللي احنا هنجرب يعني بالآلة، ممكن تجرب بالآلة أو تجرب بالأرقام اللي تنفع، ماشي؟ المسألة رقم 14 حليناها، نشوف بقى 15 زي ما احنا قلنا. احنا في رقم 15، تمام يا شباب. يبقى نون ناقص 3 تبديل 7 يساوي مضروب 8. طيب هنعمل ايه؟ هنقول له مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، ماشي. يبقى هنا نون ناقص 3 ناقص ايه؟ اللي 7 يساوي مضروب 8. يبقى هنا مضروب نون ناقص 3 على مضروب نون ناقص 10 بيساوي مضروب 8. طيب هنا هتبقى بعيدة يا أستاذ، نضل مين بقى اللي هيطلع؟ يعني المفروض كل رقم يطلع اللي هو اللي فوق عشان يصغر اللي تحت. يعني نون ناقص 3 وبعدين نون ناقص 4، نون ناقص 5، نون ناقص 6، ها نون ناقص 7، كل ده يتضرب في نون ناقص 8، نون ناقص 9، عدد كبير جدا اللي هو بقى 8 في 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1. فنلاحظ بقى لو قارنا يبقى اللي هو التمانية اهو يا ولاد، يعني نون ناقص تلاتة يساوي ايه؟ تمانية. نقدر نطلع بقى قيمة النون، وبالتالي نون ناقص تلاتة بيساوي تمانية، يعني النون بيساوي حداشر. في حل تاني يا ولاد احنا نستفيد من الخاصية اللي فاتت، حل آخر يعني. ممكن طالب يقول لك التمانية دي عبارة عن تمانية لام تمانية، تمام. طب ما انت عارف برضه خاصية، لاحظ كده يا حبيبي، هنا سبعة وهنا تمانية، لازم تبقى دي زي دي. فانت عندك خاصية، انت ممكن ايه تبسط المسألة بتاعتك، يعني تمانية تبديل تمانية اللي هي تمانية تبديل ايه؟ تبديل سبعة، فاهمين؟ تمانية تبديل تمانية، تمانية تبديل تمانية معانا عدد 40,320، وهنا تمانية تبديل سبعة تساوي 4,000 يا شباب. تمانية تبديل تمانية ب40,320، وعندنا برضو تمانية تبديل سبعة 40,320، فهي نفس الطريقة. ف
فده حل اخر يعني، ده حل احنا عملناه صح. وفي حل اخر ان احنا بنقول له مضروب 8 هي لام 8 لام 8 هي 8 لام 7، طالما الدليل بيساوي الدليل يعني العلم بيساوي العلم، فتبقى نون ناقص 3 يساوي 8 ونون هتساوي 11. في حل بقى تاني بالآلة الحاسبة، تقعد تجرب الأرقام، ده الحل السريع يعني عشان وقت الامتحان ماشي. وده طبعا انتوا كده فهمتوها بكذا طريقة. رقم 16 هنا يا ولاد، رقم 11 هنختار جيم، السؤال 15 هنختار جيم. سؤال 16 بيقول إذا كان نون زائد 1 تبديلة 4 تساوي 10 في نون لام 3، فإن نون بتساوي نقطة. طيب احنا عندنا هنا ديت 3 وهنا 4 وهنا 10، ممكن نقسم ده على ده ونشتغل بالقانون ونصفي. يعني انت عندك مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، وهنا مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص تحت، فتختصر طلع مسألتك وتصفيها. تمام كده يا شباب؟ بس هي دي المسألة 17 ماشي، دي 17 انا قلت وانا بكتب 17. تعالى نعمل 16 هنا ونرجع ل 17 تاني. رقم 16 بيقول لي نون زائد 1 تبديل 2 بيساوي 24، فوزين نجيب قيمة نون. هنا زائد 1 عدد بيزيد على ده بيديك 24. مين في الاختيارات؟ لو جربنا 2 مثلا يبقى هنا 3 تبديل 2، جربنا 3 يبقى 4 تبديل 3، 4 تبديل 3 اللي هي 4 في 3 في 2 يديك 24، يبقى الإجابة بتاعتنا اللي هي تبقى 3. يبقى الاختيار بتاعنا هنختاره على طول بالتجريب ماشي. لو عايز تعملها بإيدك تقول له مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت اللي هي مضروب 1 ماشي. يبقى مضروب نون زائد 1 هيطلع ب 24، اللي مضروب 1 ب 1، مضروب نون زائد 1 ب 24. طيب مين المضروب؟ ديك 24 يعني ولا مضروب 4، لأن 4 في 3 في 2 في 1 ب 24، فتبقى نون زائد 1 ب 4 يعني النون تبقى ب 3. فهمنا؟ طيب تعالوا المسألة دي بقى هنعمل برضو نفس الفكرة اللي قلناها شوية، مضروب اللي فوق المضروب اللي فوق اللي أصل تحت، يبقى نون زائد 1 ناقص 4 يساوي 10، هنا مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، يبقى مضروب اللي فوق اللي هو مضروب نون زائد 1 وتحت مضروب ناقص 3 تساوي 10، مضروب نون على مضروب نون ناقص 3، ده هيروح مع ده، يبقى مضروب نون زائد 1 نطلعها بره، يبقى نون زائد 1 يبقى عندك مضروب نون تساوي 10 مضروب نون، شيل مضروب نون مضروب نون، فتبقى نون زائد 1 يساوي 10 يعني النون تبقى بإيه؟ ب 9. دي رقم 17 ودي رقم 16. نشوف المسألة بعدها رقم 18. 18 بيقول لي نون لام 2 بتساوي نون توافيق 2 زائد نقطة. دي هنحلها ازاي؟ هنفك دي يا ولاد ونشوف. انت عندك نون لام 2 عبارة عن ايه؟ مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت. طيب ودي نفكها، لان نون توفيق 2 هي في علاقه بين نون توفيق 2 يا استاذ ونون لام 2، يعني نون توفيق 2 بتساوي نون لام 2 على مضروب اللي تحت، فاكرين القاعده دي؟ فلو عملنا مقص يبقى نون توفيق 2 بتساوي، او تتضرب بقى في مضروب 2 بتساوي نون لام 2، يعني مضروب 2 اللي هي ب 2، يعني 2 نون توفيق 2 تساوي نون لام 2. معنى كده ان دي مجموعه مرتين يعني يا استاذ، يعني دي نون توفيق 2 زائد نون توفيق 2 ان هي الضعف يعني ضعفها، يبقى هنا نون توفيق ايه؟ 2. طيب السؤال رقم 19، يبقى الإجابة بتاعتنا يا ولاد هنكتب نون توفيق 2 للسؤال رقم 18. السؤال اللي بعده رقم 19، إذا كان نون لام راء بتساوي ألف مضروبة في نون توفيق راء، فإن ألف يمكن أن تساوي نقطة. رقم 19 نون لام راء بتساوي ألف نون توفيق راء. لاحظ دي زي اللي فاتت، احنا قلنا ان هي الضعف، الالف دي معناها الضعف، يعني طالما النون زي النون واللام مختلفة وهنا توفيق يبقى ديت ايه؟ دي ضعف. يعني انت عندك نون لام راء بتساوي ضعف نون توفيق راء من المسألة اللي فاتت. طب هو عايز ايه في المسألة؟ الف دي ممكن ان تساوي نقط في الاختيارات. طيب هنا لو دي اتغيرت، لاحظ كده هنا نون لام 2 دي لو كانت 2 تبقى في الحالة دي تبقى الضعف،
كده؟ يعني تعالى اكتبها فوق كده، ان نون لام اتنين تساوي ضعف توافيق اتنين، صح كده؟ يبقى الرقم ده طالما بيتغير يبقى ده يتغير. طب تعالى كده نطبق بقى الكلام ده، يبقى انا عندي مقول نون لام عدد بيساوي عدد في نون توافيق العدد اللي هيتكتب. طيب مين العدد اللي هيتكتب هنا اللي في الاختيارات ينفع؟ تعالوا نشوف أربعة كده، لو كتبنا هنا أربعة وهنا أربعة وهنا أربعة تنفع؟ يعني لو كتبنا هنا أربعة وهنا أربعة وهنا أربعة تنفع؟ نشوف كده يا أستاذ، أنت عندك نون توفيق أربعة اللي هي المضروب اللي فوق على مضروب إيه اللي تحت، أو تقول نون لام نون لام، نعمل ده تبادل بقى، نون لام أربعة على مضروب إيه؟ مضروب أربعة، وهنا نون لام أربعة. لو احنا اختصرنا ده مع ده مش هيديك أربعة هنا، لأن مضروب أربعة بيطلعش أربعة فمش هتنفع، فاهمين؟ طب لو جربناها الرقم اللي بعديها اللي هو خمسة، هنا خمسة وهنا خمسة وهنا خمسة، هنا بتيجي تقول نون توافيق العدد مضروب خمسة مش هيطلع خمسة، يعني المفروض الرقم يبقى مظبوط، يعني ده يختصر مع ده يبقى عندك ايه المضروب عشان تتكافئ يعني، فمش هتنفع. طيب تعال نجرب اللي بعدها، نون تباديل ستة يساوي ستة نون توفيق ستة. طيب نجربها ازاي؟ انت عندك نون لام ستة اهي، هنا في ايه نون لام ستة على مضروب ستة، دي هتروح معايا يا استاذ. طب مضروب الستة وهنا ستة، هل القيمتين دول بيساوي واحد ولا لا؟ كملها كده في الصفحة اللي ورا يا شباب، كمل مسألة هنا رقم 19، انت عندك نون لام راء بيساوي الف في نون توفيق راء. احنا استفدنا المسألة اللي فاتت ان لو الرقم ده متغير بيضرب بيطلع عندك الناتج مضروب عدد، يعني انت عندك نون لام اتنين بتساوي نون توفيق اتنين في مضروب اتنين، فلما تيجي تقسم نون لام اتنين على نون توفيق اتنين لازم يديك مضروب عدد ليه قيمة يعني اللي هو باتنين، تمام؟ فنفس الكلام هنعمله هنا، لما نيجي نقسم تعالى نطبق مسألتنا، نون لام راء بتساوي ألف في نون توفيق راء. لو جينا نقسم ده على ده، تعالى فكرة كده، أنت عندك نون لام راء أهي بتساوي ألف في مضروب في نون لام راء على مضروب إيه راء، اختصر ده مع ده، معنى كده إن مضروب راء هيساوي ألف. طب هو بيقول لي في المسألة إيه؟ ألف يمكن أن تساوي نقط، يعني مين في الاختيارات اللي يطلع ناتج عدد له مضروب يديك رقم؟ طب الأربعة ديت مفيش مضروب، يعني أنت لو قلت مضروب واحد واحد، مضروب اتنين اتنين، مضروب تلاتة تلاتة في اتنين بستة، مضروب أربعة أربعة في تلاتة في اتنين في واحد، يعني يطلع اتناشر في اتنين بأربعة وعشرين، يبقى اللي نفع مين في الاختيارات؟ الستة، فهمنا كده؟ يبقى الناتج اللي هينفع هيبقى بستة، لأن العدد اللي قاله مضروب في الاختيارات مفيش طلع بأربعة، مفيش طلع خمسة، مفيش طلع بتمانية، لكن طلع واحد اتنين، طلع عندك ستة أربعة وعشرين، يبقى الستة اللي نفعت، يبقى ناخد ستة، فهمنا؟ يبقى تاخد بالك من القاعدة دي، إن أنت لما تقسم نون لام راء على نون توافيق راء هيديك عدد، يعني ناتج للمضروب، لأن أنت ما قلت نون لام راء بتساوي ألف نون توافيق راء في المسألة اللي فاتت، فقلنا إن نون لام اتنين بتساوي ضعف ضعف ايه؟ ضعف توفيق اللي عليه اتنين، انا ضعف ايه؟ النون توفيق اتنين، اضعفها يعني، فهمنا؟ طيب المسألة رقم 20، هنا بيقول لي مضروب راء ناقص اتنين على مضروب راء ناقص تلاتة بيساوي نقطة، هنا هنخرج الصغيرة، يعني عشان تبقى زي ايه؟ والكبير عشان يبقى صغير، يعني الكبير ده هو اللي يطلع، يبقى ريه ناقص اتنين، فيتبقى عندك ريه ناقص تلاتة على مضروب ريه ناقص تلاتة، دول يروحوا مع بعض فيبقى ناتج ريه ناقص اتنين، يبقى اخترنا ريه رقم عشرين، موجود يا ولاد؟ هو في الاختيارات مش عايزها بالصورة دي يا ولاد، ولكن عايزها بصورة تباديل، هي مسألة عشرين بيقول لي تباديل. طب نعملها ازاي؟ بيقوم كاتبين ده هنا فوق ونطلع نطرح دول من بعض، يعني انت عندك الدليل بيساوي الفرق بين ريه ناقص اتنين وريه ناقص تلاتة، تبقى زي تلاتة عشان إشارة الضرب في سالب، هو عايزها بالصورة دي، فتقول له هنا ريه ناقص اتنين تبديلة راء تروح مع راء، وبقى هنا ايه الرقم اللي عندك، ادي اللي فوق ناقص اللي تحت، هنطرح ده ناقص اللي ده، يبقى عندك سالب اتنين زائد تلاتة بواحد، يبقى راء ناقص اتنين تبديلة واحد موجودة عندنا، تمام موجودة اللي هي رقم ب، أو ممكن الحل بتاعك ده، ده عبارة برضو عن ريه ناقص اتنين تبديلة واحد. يعني ما استخدم الطريقه دي، ما استخدم القانون تفكك يعني قدامك الطريقين هم، فهمنا؟ فتبقى عارف يعني لو انت قلت مضروب مثلا العدد مثلا 20 على المضروب مثلا 15 عايز تحولها، يقول والله 20 تبديله الفرق بينهم اللي هو 5، خلاص؟
طيب نشوف سؤال تاني، السؤال اللي بعد 21. إذا كان أ بتساوي ن توفيق راء وباء بتساوي ن توفيق راء ناقص واحد، فإن أ زائد باء على باء. هنبدأ بقى نشتغل في قوانين التوفيق ونبسط قانون الجمع، قوانين القسمة والكلام ده كله. طيب هنا 21، ركز معايا كده يا شباب. انت في خدنا قانون التجميع اللي هي ن توفيق راء زائد ن توفيق راء زائد واحد، بناخد الكبيرة، يعني بناخد هنا ن توفيق راء زائد ن توفيق راء زائد واحد، يعني هنا لو واحدة زايدة عن التانية بمقدار واحد بناخد الكبيرة اللي هي ن توفيق راء زائد واحد، نزود هنا على العلم واحد ونكتب كبيرة زي ما هي، يعني تبقى هنا ن زائد واحد توفيق راء زائد واحد. ممكن بقى تيجي بصورة تانية، لو قلت ن توفيق راء، دي بلاحظات وعارفينها يا شباب، زائد ن توفيق راء ناقص واحد، يعني دي أقل منها بواحد، فدايما بناخد الكبيرة نزود على العلم واحد ونكتب الدليل زي ما هو. فاهمين الكلام ده؟ يعني الملاحظة دي هتساعدنا في الحل بتاعت رقم 21. طيب تعالوا نطبق كده. هو بيقول لي المسألة بقى، هنا بيقول لي هات لي أ زائد ب على ب، تعالى بقى نجمع ونعوض. انت هات الألف عندك بكام؟ بنون توفيق راء، والب بنون توفيق راء ناقص واحد، كل ده هتقسمه على ب اللي هو نون توفيق راء ناقص واحد. طيب هنا قانون التجميع، لما نجمع يا أستاذ فوق، احنا قلنا من شوية لما بنيجي نجمع تلاقي العلم زي العلم، بس الدليل في واحد زيادة عن التاني، فبتاخد الكبير ده تزود على العلم بتاعه واحد، تبقى نون زائد واحد توفيق ايه؟ راء. شايفين كده؟ نون زائد واحد توفيق راء، كل ده على نون توفيق راء ناقص واحد. طيب ديت هتختار سيرها بقى، تعمل خطوات وتبسط، يعني تقول له هنا دي مسألة توفيق، تقدر تقول له ايه والله انا هقدر ابسطها ازاي؟ هتقوم جايب اللي فوق كده، مضروب اللي فوق على مضروب ايه اللي تحت، مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت على القسمة، تبقى ضرب، ونعمل ده نشقلب الكاس التاني، مضروب اللي فوق مضروب اللي تحت مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت اللي هي ن ناقص راء زائد واحد. ماشي، يبقى انت كده ايه قلبت، يعني او ديت هي على دي لسه اسمها، دي لسه اسمها. طيب ليه؟ لان لما نقلب ده هتروح معري، هيبقى في اختصارات، يعني طول بالك كده معايا في السؤال. ناقص زائد واحد، وهنا مضروب راء مضروب ن زائد واحد ناقص راء، القسمة تبقى ضرب ونشقلب الكسر التاني، مضروب راء ناقص واحد، وهنا ن ناقص راء زائد واحد على مضروب ن، قوس ده راح مع قوس ده. طيب هنا نبسطها ازاي يا ولاد؟ الكبير يطلع وناخد منه واحد، يعني انت عندك ن زائد واحد وهنا ن، طلع ن اللي تحت ديت بره، او طلع ن زائد واحد هنا وخد ن، يبقى ن زائد واحد اتفضل، وطير دي مع دي، وعندك كده مضروب راء ناقص واحد على مضروب راء، طلع الكبيرة دي بره وطرح، هي تروح مع ليه، يبقى عندك راء تحت، يبقى الناتج عندك ن زائد واحد على ايه؟ على راء، اللي هي الإجابة للسؤال 21، طلعت ن زائد واحد على ايه؟ على راء. فهمناها كده؟ دي طريقة الحل ليها يا ولاد. فيه طبعا طرق تانية للحل، يعني ممكن واحد يعملها بطريقة تانية، ان هو ايه يقسم في الأول ويبسطها، لكن لما تبقى حافظ القانون يبقى أسهل لك، يعني القانون ساعدك في الحل، وبعدين انت فكت. هي فيها شغل شوية بس عايزة ايه؟ اجتهاد منك. المسألة 21 هيطلع ناتج ن زائد واحد على راء. فكرة الحل، احنا عوضنا اهو أ زائد باء على باء مكان الألف ومكان الباء وهنا الراء، هنا عملنا قانون التجميع، طالما ن توفيق راء وهنا ن توفيق راء ناقص واحد، بناخد الكبيرة نزود على العلم واحد ونكتب الدليل زي ما هو. لما نيجي بقى نعمل قانون النسبة، يعني هنا توفيق وهنا توفيق، لو هنا العلم كان زي العلم كنت استخدمنا القانون، يعني ن ناقص الكبير زائد واحد على الكبير اللي هو كده، لكن هنا دول مش زي بعض، المشكلة إن العلم مش زي العلم، يعني هنعمل تبسيط للمسألة استخدام ايه؟ مفكوك التوفيق، نفك المسألة بتاعتنا ونشتغل فيها. فاهمين كده؟ فطلع الحل في الآخر اللي هو ايه؟ ن زائد واحد على راء. يبقى احنا حلينا هنا وكملنا على ايه؟ على اليمين من أول هنا يا شباب. من أول هنا. يبقى الحل بتاعنا في المسألة 21 شايفين؟ طيب السؤال اللي بعده رقم 22، يبقى الإجابة بتاعتنا خلاص هناخدها اللي هي ن زائد واحد على راء اللي هي رقم ب. السؤال اللي بعده 22، إذا كان اتنين مضروبة في ن لام تلاتة يساوي ن زائد واحد لام تلاتة، فإن ن بتساوي نقطة.
22، عندي نون 2 في نون لام 3 بتساوي نون زائد 1 تبديلي 3. تنحلها ازاي؟ هنفك دي، هنقول له مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، وانا مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، يبقى نون زائد 1 ناقص 3، يبقى هنا 2 مضروب نون، مضروب نون ناقص 3، مضروب نون زائد 1 على مضروب نون ناقص 2. اختصر كده، يعني انت عندك هنا نون زائد 1 وهنا نون ناقص 2 وهنا نون، ممكن نطلع دي بره ونختصرها معاها هنا، فيبقى 2 مضروب نون، هنا نطلع نون زائد 1 يبقى مضروب نون، وهنا مضروب نون ناقص 3 وهنا مضروب نون ناقص 2، نطلع دي بره نون ناقص 2 تطلع بره، ويبقى هنا مضروب نون ناقص 3. يبقى احنا بنخرج الصغيره بره ونطرح منها واحد جوه، مضروب نون ناقص 3. اختصر ده مع ده، اهم حاجه تخلص من المضاريب. يبقى 2، اعمل مقص بقى، يبقى 2 في نون ناقص 2 بتساوي نون زائد 1، يبقى 2 نون ناقص 4 بتساوي، يبقى هنا نون زائد 1، يبقى 2 نون هنشيل منها نون تبقى نون، وهنا الأربعة تعدي يبقى نون تطلع بخمسة. دي المسألة 22. المسألة اللي بعدها رقم 23، إذا كان النون بتمتد لصاد موجب والنون أكبر من أو يساوي 3، فإن نون في نون تربيع زائد 1 بتساوي نقطة. إذا كان النون أكبر من أو يساوي 3، فإن نون في نون تربيع ناقص 1. عايزين نشوف أي واحدة في الاختيارات، هل الأولى ولا التالية؟ طيب كلها تباديل يا ولاد، يعني إحنا نحاول نخلي المسألة تباديل. والله تسيب النون زي ما هي وتقول دي فرق مربعين، تبقى نون ناقص 1 في نون زائد 1، تحولها تبديلة. هنا عدد أهو في اللي قبله في اللي قبله، يعني نون زائد 1 في اللي قبل اللي هو نون في اللي قبل اللي هو ناقص 1، كم مرة؟ 3 مرات، والكبير اللي هو نون زائد 1. يبقى هنا بنكتب العلم، العلم الكبير، وهنا عدد العوامل الموجودة، فيبقى الناتج نون زائد 1 تبديلة ايه؟ تبديلة 3. موجودة معانا الإجابة رقم ب، نقلب على ايه؟ رقم ب. السؤال اللي بعده 24، إذا كان النون لام راء بتساوي ألف ونون توفيق راء بتساوي باء، فأي من الجمل الآتية غير صحيحة؟ شوف المسألة بعدها رقم 24، إذا كان النون لام راء ده ألف، وعندنا نون توفيق راء بتساوي باء، أي من الجمل الآتية غير صحيحة؟ هل الألف يعني تباديل أكبر من أو يساوي التوفيق ولا لأ؟ خد بالك في قانون خدناه إن هو نون توفيق راء بيربط بينهم، يعني إن هو نون لام راء على مضروب إيه؟ مضروب راء، يعني معنى كده إن التوفيق بيساوي خارج قسمة الإيه؟ التباديل والمضاريب، يعني دايما النون توفيق راء بتكون أكبر من نون لام راء. طب هل بتساويها ولا لأ؟ هتساويها في حالة واحدة لو كانت بصفر، يعني مثلا أقول 7 توفيق صفر، وقول مثلا هنا 7 تباديل صفر، هي هي، يعني الناتج هنا يطلع بواحد الناتج هنا بواحد، يبقى هتبقى أكبر من أو يساوي في حالة لو كان عندك الراء بتساوي صفر أو بتساوي واحد، لأن مثلا 7 لما أقول 7 تبديلة 1 هي نفسها 7، وما أقول مثلا 7 تبديلة 1 هي 7، ماشي، أو مثلا أقول 9 أو 5 أي رقم، 5 تبديل 1 هيطلع بخمسة، 5 تبديلة 1 بخمسة، 5 توفيق 1 بخمسة، ماشي، 5 توفيق 1 يديك 5، يبقى 5 لام 1 بخمسة، و5 توفيق 1 بخمسة، و7 توفيق 0 1، وهنا 7 تبديلة 1 1، يبقى بتساوي في حالتين لو الر تساوي 0 أو إيه؟ أو 1، يبقى في حالتين توفيق بيساوي فيها التباديل، لكن دايما التوفيق بيكون أكبر من مين؟ التباديل. يبقى هاخد الاختيار الأولاني ده صح. هو عايز الخطأ يا ولاد شباب، هو عايز الخطأ، يبقى الإجابة الأولى دي ألف عشان نعلم عليه، نقول لك الغير صحيح. طيب اللي بعدها، هل ألف على باء بتنتمي دائما لصاد موجب ولا لأ؟ دايما لما بنقسمهم على بعض يا ولاد بيديني أعداد صحيحة موجبة، فالاختيار التاني اللي هو باء ده صح، باء يعني نقول ألف على باء بينتمي لصاد موجب دايما صحيح، لأن دايما المضارب فيه أعداد صحيحة، كذلك التوفيق بنقسمهم على بعض يديك أعداد صحيحة، فدي صح.
شوف اللي بعدها بيقول لي اذا رقم جيم. طيب جيم بيقول لي باء ناقص الف تتم الصاد موجب ولا لا؟ يعني بيقول لك باء ناقص الف، يعني ايه الكلام ده يا استاذ؟ الباء ديت اللي هي التوفيق. هل التوفيق مثلا نون توفيق مثلا راء ناقص نون لام راء، العدد اللي عندك اللي هيطلع دايما هيكون عدد موجب ولا لا؟ مش هينفع اذا كان اصلا التباديل بتبقى اكبر من التوفيق، يعني التباديل دي اكبر، فما دام يطلع عدد صغير ناقص كبير هيديك عدد صغير، هيديك سالب يعني، فدي تبقى غلط. لكن لو العكس اللي هي رقم دال بقى، لو قلت ألف ناقص باء هيديك لان تعمل طه صح، يبقى الدال صح، يبقى الخطأ اللي هو عايزها تبقى جيم. يبقى نعلم على رقم ايه؟ جيم، دي اللي عايزها. يبقى الإجابة رقم جيم للسؤال 24 دي اللي عايزها. فهمنا؟ طب السؤال اللي بعده رقم 25 بيقول لي مضروب 8 على مضروب 8 ناقص راء إلى مضروب 9 على مضروب 9 ناقص راء بيساوي نسبة 2 إلى 3، فإن راء بتساوي ناقص. دي هنفكك يا شباب ونختصر عادي خالص. خمسة وعشرين مضروب 8 شايفين كده، مضروب 8 على مضروب 8 ناقص راء على مضروب 9 على مضروب 9 ناقص راء، 8 زي ما هي. هنا الإثبات تبقى ضرب ونقلب، التسعة تطلع بره ونطرح منها 1 8، وهنا 9 ناقص راء نطلعها بره وناخد منها ايه؟ 1، هتبقى 9 ناقص راء طلعناها بره تبقى 8 ناقص راء، يبقى نطلعها ونطرح منها 1، فـ8 ناقص راء تروح مع 8 ناقص راء ودي تروح مع دي، فتبقى عندك 9 ناقص راء على ايه؟ على 9. طيب كل ده كان بيساوي كام إلى كام؟ 2 على 3، يبقى أنت هتساوي الناتج ده بـ2 على ايه؟ على 3. نعمل الاختصار، 7 في 3، 2 في 3 ب6، تساوي 9 ناقص راء يبقى الراء ب3. ده إجابة السؤال رقم 25 تبقى جيم. رقم 26 مضروب س ناقص 3 في س لام 3، 26 مضروب س ناقص 3 في س تبديل 3 بيساوي 20 مضروب س ناقص 2. طيب دي برضه يا ولاد هنحولها، يبقى دول س ناقص 3 اهي، هو المضروب اللي فوق على المضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، فده يروح مع ده يساوي 20 مضروب س ناقص 2. فاهمين كده؟ يبقى مضروب س ناقص 3 راحت مضروب س ناقص 3. طيب انت بتقول مضروب اللي فوق على مضروب ايه؟ اللي تحت، يساوي 20 في مضروب س ناقص ايه؟ 2. دي هنعملها ازاي؟ هنحاول نخلي الكبيسة صغيرة، يعني س دي نخرجها تبقى س في س ناقص 1 في مضروب س ناقص 2 بتساوي 20 مضروب س ناقص 2، فده تروح مع ده، فيبقى س في س ناقص 1 بيساوي 20، عدد في اللي قبله بيساوي 20 اللي هي 5 في 4 ب 20، يعني س هتبقى بكام؟ ب 5. ده سؤال 26. السؤال 27 إذا كان مضروب راء بيساوي نون ومضروب نون بيساوي راء، فإن راء زائد نون بيساوي نقطة. السؤال اللي بعده رقم 27 بيقول إذا كان المضروب راء بيساوي نون ومضروب نون بيساوي راء، فإن راء زائد نون، إحنا عايزين نجيب راء ونون، طب ممكن راء نطلعها من هنا ويبقى راء ناقص 1، يعني الراء عبارة عن نون على مضروب راء ناقص 1. هنا نفس الكلام، النون نطلعها يبقى نون ناقص 1 بيساوي راء، يعني النون بيساوي راء على مضروب نون ناقص 1. تعالى بقى نجمع راء زائد نون، يبقى نون على مضروب راء ناقص 1 زائد راء على مضروب نون ناقص 1. طب هل مجموعهم يديني 2 و4 ولا 2 و1 ولا 0 و1 او 0 و2؟ طيب المجموع اللي عندنا ركز كده معايا، بقول لي مضروب راء بيساوي نون. طيب مضروب راء ناقص مضروب راء بيساوي نون، مضروب نون بيساوي راء. لو حطيت مكان الراء هنا مثلا 1، الراء 1 يبقى مضروب الواحد هيديك 1، حطيت صفر مضروب الصفر هيديك 1. نفس الكلام لو حطيت هنا نون
تساوي صفر، يبقى مضروب صفر يديك ايه؟ واحد. طب لو حطيت الرقم التاني اللي هو واحد هيديك ايه؟ واحد. يعني معنى الكلام ان هنا نون وهنا ايه؟ هنا راء، الناتج لازم يطلع بايه؟ واحد عندنا، فاهمين؟ يعني النون والواحد هنعوض بايه؟ بواحد واحد يعني، يبقى واحد هنا مضروب صفر، واحد ناقص صفر بايه؟ واحد، ناقص صفر بواحد، وبصفر مضروبة بواحد. وهنا واحد على مضروب واحد، يبقى واحد زائد واحد باتنين، يبقى في حل ظهر معانا اللي هو الاتنين اهو. طيب نقدر نعوض بقى بصفر، ده أحد النواتج باتنين. تعالى بقى نشوف الناتج التاني، عايزين نعمله فكرة برضه غير الفكرة دي، يعني الناتج الأول طلع باتنين، نشوف فكرة تانية عشان نطلع منها ايه الحل بتاعنا. طيب ايه الفكرة التانية؟ احنا عندنا هنا هنشتغل على القاعدة دي اللي هي راء في مضروب راء ناقص واحد بنون، وهنا نون في مضروب راء ناقص واحد بيساوي راء. لو ضربت دول في بعض يا ولاد، الأيمن مع الأيمن والأيسر مع الأيسر، هيديك نسبة بين راء ناقص واحد ونون ناقص واحد. يعني انت هتلاحظ ان مضروب راء ناقص واحد بيساوي مضروب نون ناقص واحد. يبقى انت لو قارنت بالنسبة دي والنسبة دي اللي عندنا، قارن بينهم كده، عندك هنا راء بتساوي نون مضروب نون ناقص واحد، وهنا راء في مضروب راء ناقص واحد بيساوي نون. لو ضربنا الأيمن في الأيمن والأيسر بالأيسر، تعالى كده نضربها في صفحة تانية. هنا ضربناهم في بعض، يبقى هنا راء في نون، وهنا مضروب راء ناقص واحد نون ناقص واحد بيساوي راء في نون، فده هيروح مع ده، فبالتالي ده مضروب راء ناقص واحد في مضروب النون ناقص واحد ده هيديني واحد. طيب واحد في واحد بيديني واحد، يبقى انت عندك يا اما المضروب راء ناقص واحد ده بواحد، او مضروب النون ناقص واحد بواحد. طيب راء ناقص واحد هتبقى بواحد امتى؟ لو كانت راء دي باتنين، او الراء بتساوي واحد، لان اتنين ناقص واحد بواحد مضروبه بواحد، واحد ناقص واحد بصفر مضروب واحد. نفس الكلام النون هتبقى باتنين، او النون هتبقى بكام؟ هتبقى بواحد. يبقى احنا خدنا الاحتمال اهو في الصفحه اللي فاتت الاولاني، وطلع الناتج باتنين لما عوضنا. تعالى بقى نعوض هنا في مجموعهم، عوض مكان النون باتنين، يبقى اتنين اهي، نكتب هنا راء زائد النون يتساوي، عوض بقى باتنين، يعني احنا عوضنا لما واحد نفعت، عوض اتنين كده، يبقى اتنين على المضروب اتنين ناقص واحد بواحد، مضروب واحد اهو، زائد اتنين على مضروب اتنين ناقص واحد واحد، يبقى اتنين برضه، يطلع الناتج بأربعة. يبقى الحل التاني ان ر ونون هيطلعوا بإيه؟ بأربعة. يبقى احنا عوضنا مكان ال ر بواحد والنون بواحد بطريقة التصفية لما اختصرنا، وبعد كده عشان في اختيارات، في إجابة تانية في الاختيارات، فحولنا تاني يا ولاد في المسألة أهي. لاحظنا إن العلاقتين دول شكل بعض، يعني لو ضربناهم في بعض ر نون وهنا ر نون يروحوا مع بعض، فيبقى عندك نسبة من مضروب الراء، بص كده يا حبيبي ركزوا كده يا شباب، يعني ده شكل ده، بس ده لو حطيناه واحد، فاهمين؟ يعني راء بتساوي نون ونون بتساوي راء، لو كان ده بواحد وده بواحد، فدي هتبقى بواحد امتى؟ لو كانت دي باتنين، ر باتنين او بواحد، صح؟ ففي حلين، يا تعوض مكان النون مرة بواحد ومرة باتنين. لما عوضنا بواحد مكان النون والر كل واحدة فيهم يبقى طلعنا. طب ليه ما عوضناش واحد واتنين مع بعض؟ ممكن واحد يقول كده، ليه ما عوضناش واحد واتنين مع بعض؟ ما ينفعش، لان لما احط مضروب واحد مش هيطلع باتنين، واحط هنا مضروب واحد مش هيطلع باتنين، غلط، مضروب اتنين هو اللي بواحد، فما ينفعش ان انا اعوض اتنين واحد مع بعض، يا اما واحد واحد او اتنين واتنين، فهمتوا؟ لان لما تعوض واحد بضربه واحد، مضروب اتنين هيطلع بايه؟ واحد، فيبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى رقم د من الطريقه. طيب السؤال اللي بعده رقم 28، اذا كان النون بينتمي الى صاد موجب، على الصحيح موجب يا اولاد، فان نون مضروب نون بيساوي نقط. رقم 28، 28 عايزين نون مضروب نون، هنطلع النون دي بره، تتضرب في النون تبقى نون تربيع، ونطرح منها واحد، فيبقى الإجابة بتاعتنا رقم ج للسؤال 28. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده رقم 29، كتاب بنك الأسئلة يا ولاد في المعاصر، إذا كان نون تبديلة خمسة بيساوي نون تبديلة خمسة، فإن نون يمكن أن تساوي مين؟ مين في الاختيارات؟ طبعا الواحد مش هينفع، ما ينفعش العلم يبقى أصغر من الدليل، ولا الأربعة تنفع، ولا التلاتة تنفع، يبقى التسعة، فاهمين؟ يبقى دي شرط أساسي إن العلم لازم يكون أكبر من أو يساوي الدليل. اخترنا رقم إيه ده؟ خلاص كده يا شباب 29، فهمنا؟ دي رقم 29 يا ولاد، الإجابة بتاعتنا ده، خلاص؟ طيب رقم 30. هنا بيقول لي نون لام أربعة تساوي نون لام خمسة، مين في الاختيارات اللي هتنفع؟ لو عوضنا بواحد مش هتنفع، عوضنا بأربعة
أربعة توفيق أربعة، أربعة لام أربعة بتساوي أربعة لام خمسة. طب هتنفع ولا إيه يا ولاد؟ طب عوض كام خمسة؟ خمسة لام أربعة، وهنا خمسة لام خمسة. طبعا هنا يعني الإجابة هتبقى متغيرة، خمسة لام أربعة، هجرب كده، خمسة لام أربعة، وبالآلة الحاسبة خمسة لام أربعة هتلاحظ إن هي نفسها خمسة لام خمسة. ليه؟ لأن خمسة لام أربعة اللي هي خمسة في أربعة في تلاتة في اتنين، خمسة لام خمسة، خمسة في أربعة في تلاتة في اتنين في واحد، هي نفس الناتج. يبقى خمسة لام أربعة هي نفسها خمسة لام خمسة، يبقى النون هتبقى خمسة. محدش يتلخبط ياخد أربعة يقول لام، يقول لام أربعة، وهنا أربعة لام خمسة. مينفعش، مينفعش الأربعة تبقى أصغر، مينفعش أقول أربعة لام خمسة، لازم الرقم اللي هنا اللي فوق العلم يبقى أكبر من أو يساوي الدليل. محدش يتلخبط ياخد تسعة، لأن دي تباديل مش توفيق. لو كانت توفيق كده كنا خدناها صح، يعني لو كانت تسعة توفيق أربعة أقول هنا نفسها تسعة توفيق خمسة، ده لو كانت إيه؟ توفيق، لكن هي تباديل. فهمته؟ فناخد نون بخمسة في إجابة السؤال رقم إيه؟ 30، نون بخمسة، يبقى الإجابة رقم ج. محدش يتلخبط بين التباديل والتوفيق. ماشي؟ طيب السؤال اللي بعده 31، بيقول 24 توفيق 2 راء زائد 1 بيساوي 24 توفيق راء زائد 4، فإن راء بتساوي نقطة. ده قانون يا شباب خدناه، نقدر يعني نقول له طالما العلم بيساوي العلم زائد الدليل بيساوي الدليل، أو العلم بيساوي الدليل زائد الدليل. يبقى أنا عندي أول ملحوظة أقول إن 2 راء زائد 1 دي بتساوي راء زائد 4، أو مجموعهم اللي هو 2 راء زائد 1 زائد راء زائد 4، كل دول ب 24. 2 راء ناقص راء براء، وهنا 3، براء طلع ب 3، لكن هنا 3 راء، وهنا 5 تطرح من 24 يبقى 19. طبعا مرفوضة، ما ينفعش 19 تقسم على 3، ما ينفعش يبقى فيها كسر يعني، فالراء هنا تبقى ب 3. السؤال رقم 31 هتبقى الراء ب 3، يبقى الإجابة ألف. السؤال اللي بعده 32، نفس الفكرة بس هو عايز حاجة زيادة. طيب رقم 32 29 توفيق راء يساوي 29 توفيق راء ناقص 1، هو عايز راء توفيق 12. طبعا طالما العلم بيساوي علم يبقى الدليل بيساوي الدليل، طبعا ده يبقى مرفوض لأن ليه مينفعش تساوي ليه ناقص 1، وبالتالي مجموعهم هيساوي 29، يبقى 2 راء ناقص 1 29، يعني الراء تبقى ايه؟ 15. جبنا الراء ب 15، هو عايز راء توفيق 12، يعني 15 توفيق 12، ده قانون التبسيط، نقول له 15 توفيق 3 يعني 15. في اختيارات يا ولاد؟ ماشي، 15 في 14 في 13 على 3 في 2 في 1. هنا 2 في 3 ب 6، وهنا 15 في 14 في 13 على 3 في 1. ممكن نختصر على 3 في 5 وعلى 2 في 7 في 13، يبقى 5 في 7 في 13، 35 في 13 455. أنا متأكد بالآلة الحاسبة، مفيش مشكلة خالص. تمام، دي مسألة 32. نشوف السؤال اللي بعده رقم كام، 33. عندك 14 توفيق راء تربيع بتساوي 14 توفيق راء 2 زائد 2، فعايزين راء. طالما هنا يا أستاذ العلم بيساوي العلم يبقى الدليل بيساوي الدليل، أو الدليل زائد الدليل بيساوي العلم. طب يا أستاذ هنا نحلل، يبقى راء تربيع ناقص راء ناقص 2 بصفر. نبدأ نفتح قوسين، نقول له راء في راء، هنا 1 في 2، الكبير ياخد اللي في النص وده موجب، فتبقى الراء بسالب 1 أو الراء بيساوي 2. ماشي، طب هنا يا أستاذ راء تربيع وراء، يبقى راء تربيع زائد راء ناقص 12 بيساوي صفر. حلل، راء في راء، وهنا 3 في 4 ب 12، الكبير ياخد اللي في النص بسالب، هتبقى الراء ب 3 او الراء بسالب 4. لو عوضنا هنا مكان الراء بسالب 4 تبقى مرفوضة، ما ينفعش يطلع بسالب. عوض ب 3، 3 و 2 5 تنفع، 3 تربع ب 9 تنفع،
يبقى انت عندك سالب واحد، سالب واحد تنفع ولا اهو كده موجود معانا في الاختيارات اهي يا ولاد. اتنين هي مداريه بس على الشاشه عشان اوضحها. ها اتنين وتلاتة وسالب واحد، دي رقم ديل، رقم ديل. طيب السؤال اللي بعده رقم 34، بيقول لي إذا كان ن زائد اتنين توفيق أربعة بتساوي ن تربيع ناقص تلاتة فإن ن بتساوي نقطة. ن زائد اتنين توفيق أربعة تساوي ن تربيع ناقص تلاتة، دي هنفكها يعني. تقول ن زائد اتنين في اللي قبلها في اللي قبلها في اللي قبلها، أربع مرات يعني، تساوي ن تربيع ناقص تلاتة. حاول كده فكر معايا، هنا تاخد يعني من الخطوات كتير يا شباب، واحنا بنحل هي ده الحل، تاخد وقت كبير. ممكن برنامج الكالك يعني، في برنامج الكالك هو يحلها لك يعني، ممكن برنامج الكالك يا اولاد يعملها، بس ايه هتشتغل على القلب على طول. يبقى هنا نون هي الفا اكس مثلا كده زائد اتنين، وبعدين تقفل القوس تفتح قوس تاني تقول له الفا اكس كده زائد الواحد وتقفل القوس، وبعدين هنا الفا اكس اهيت نزول القوس دي يا ولاد، الفا وقوس بيعمل اكس يعني على الآلة، ماشي. تقعد تكتبها كل اللي تكتب الآلة كلها على المسألة كلها يعني، الآلة بتنجز معاك في الامتحان يعني بسرعة معاك شوية. يبقى اكس ناقص واحد تقفل القوس، كل ده تعمل ايه الفا، وبعدين علامة الكالك اللي هنا فعشان يديك علامة الساوي يعني الزر ده، وبعدين ده، وبعدين تكمل بقى المعادلة بتاعتك اللي هي نون تربيع، يعني تبقى اكس تربيع ناقص تلاتة، اكس اهيت وبعدين تربيع وبعدين ناقص ايه تلاتة، تقول له ايه شيفت كالك، فالاكس تطلع معانا. نعمل كده تاني كلك، هي الاكس هتطلع بكام؟ لو تجربها بالارقام اللي هو جابها لك السؤال 34، لو جربنا مثلا رقم اتنين شوف هيحققها ولا لا. يبقى اتنين زائد اتنين باربعة، اربعة توفيق اربعة يديك واحد، وعوض هنا اربعة ناقص تلاتة بواحد، فيطلع ايه النون باتنين بالآلة الحاسبة على طول. بالتخمين يعني الارقام اختار، لكن ممكن تفك الاقواس تاخد وقت كبير عشان الامتحان، انت تجرب تمام، ونشوف على الآلة الحاسبة هيطلع الناتج بكام، أو برنامج الكالك زي ما قلت لك كده لو بتعرف تستخدمه كويس إيه وتطلع الناتج اللي يعني بيطلع عليها يعني. طب السؤال اللي بعده رقم 35، عندك هنا النسبة بين التوفيق رقم 35، ناخد بقى قوانين النسبة، نون توفيق خمسة على نون توفيق أربعة تساوي تلاتة إلى واحد، ده قانون النسبة يا ولاد. يبقى قول نون ناقص الكبيرة هي خمسة، طالما هما مبتدئين يبقى نون ناقص الكبيرة زائد واحد على الكبيرة تساوي تلاتة على واحد. يبقى نون ناقص أربعة على خمسة بتساوي تلاتة على واحد، اعمل مقص تبقى نون ناقص أربعة بتساوي خمستاشر، يعني النون هتبقى تسعتاشر. يبقى الإجابة بتاعت السؤال رقم 35، رقم ديل موجودة يا ولاد. السؤال اللي بعده رقم 36، عندك هنا نسبة بس مش متتاليين، يبقى أنت لازم تدخل بينهم الحد الأوسط بين التسعة والسبعة اللي هو تمانية، اللي هي نون توفيق تسعة إلى نون توفيق سبعة بتساوي سبعة إلى إيه تسعة. يبقى تعمل النسبة نون توفيق تسعة كده، وتبعد شوية وتقوم كاتب هنا نون توفيق سبعة، حط بينهم نون توفيق تمانية وهنا نون توفيق تمانية، والنسبة عندك كان نسبة سبعة على إيه على تسعة. هنا نعمل نسبة طالما الكبير فوق خلاص، يبقى نون ناقص الكبير زائد واحد على الكبير، هنا الكبير فوق برضه يا أستاذ، يبقى نون ناقص الكبير زائد واحد على الكبير، كل ده سبعة على تسعة، شيل تسعة ليه مع تسعة اللي هنا، يبقى نون ناقص تمانية فوق، شايفين كده اهي نون ناقص تمانية في دي طبعا واحد، نون ناقص سبعة على تمانية بتساوي سبعة، يبقى نضرب سبعة في تمانية، يبقى تمانية في سبعة تساوي نون ناقص تمانية في نون ناقص سبعة، يبقى عددين متتاليين اهو، يبقى نون ناقص تمانية تساوي تمانية، نون ناقص سبعة تساوي سبعة، فاهمين؟ بس الكبير مين؟ اللي هو نون ناقص سبعة، فتيجي الأول تقول له نون ناقص سبعة في نون ناقص تمانية بتساوي تمانية في ايه؟ في سبعة، وبالتالي نون ناقص السبعة دي بتمانية، يعني النون هتبقى بكام؟ بخمستاشر. السؤال 36، السؤال اللي بعده 37 نفس الفكرة يا ولاد،
نسبة نون توفيق 3 إلى نون ناقص 1 توفيق 4 بتساوي 8 إلى 5. دي ممكن نجرب بالآلة حسب الاختيارات. طبعا أنت معاك الآلة وتشوف النواتج، تقدر تجرب إيه الناتج اللي هينفع عندك، تقدر تجرب يعني النسبة بين توفيق مثلا، جرب 5 كده وال 5 توفيق 3 إلى 4 توفيق 4، شوف هتطلع معاك ولا لأ. رقم 37 اللي هينفع معانا يا أولاد رقم 8 في الاختيارات، لأن 8 توفيق 3 على 7 توفيق 4 هيديك النسبة، يعني لما تعوض بالآلة 8 توفيق 3 من 7 توفيق 4، 8 توفيق 3 اهيت، 8 شيفت علامة القسمة 3 تطلع ب 56، من 7 توفيق 4 7 توفيق 4. في مسائل كده هتضطر ان انت تعملها بآلة حاسبة. 35 اقسم بسط المقام على 7، هنا 5 وهنا 8، طلعت مظبوطة. يبقى الإجابة بتاعتنا هنختار 8 جيم يعني للسؤال 37. السؤال 38 برضه هنجرب أرقام، يعني أنت عندك 10 توفيق زائد 1 إلى 10 توفيق ناقص 1 بيساوي 21 إلى 10. هتشوف يعني لما تعوض مثلا مكان ر ب 3 أو 4 أو 5 أو 6، شوف مين الرقم اللي هيخلي لك النسبة 21 على 10. نوقف كده الفيديو ونعملها مع بعض. طلعت معانا رقم 4 الاختيار الصح يا شباب للسؤال رقم 38. 4 هي اللي حققت الإيه؟ إن النسبة تطلع 21 إلى الإيه؟ إلى 10. رقم 39 برضه يا ولاد، دي برضه آلة حاسبة، تشوف مين في الاختيارات ينفع تعوض يديك النسبة 2 على 3، تطلع معانا 11. لما نعوض هتحقق لنا الموضوع، الأيمن بيساوي الأيسر أو النسبة تطلع 2 على 3، ماشي؟ يبقى نختار تاني. السؤال اللي بعده رقم 40 برضه هنجرب أرقام، كل دي مسائل يعني إيه، نشوف مين في الاختيارات اللي ينفع عشان وقت الامتحان يعني ونظام التابلت. كل دي أرقام إيه تعويض، يعني نشوف مين إيه رقم 40 41 برضه، أرقام إيه بتجربها على الآلة الحاسبة وتطلع النواتج. نشوف كده رقم 40 يا شباب هيطلع معانا النون تساوي 2، برضه جربها على الآلة الحاسبة رقم 40 ماشي. أو ممكن نعملها بالخطوات، لو عايز تستعملها بالخطوات هتقول له 36، هنا المضروب بنجيب مضروب اللي فوق، المضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، يبقى 2 نون ناقص نون بنون ناقص 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 1 بيساوي 1 مضرب 1، يعني هنا 9 مضروب اللي فوق اهو، مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت مضروب نون، دي تروح مع دي، 36 على 9 فاضل 4، مضروب 2 نون ناقص 1، هنا نطلع ال 2 نون بره يبقى 2 نون ناقص 1 تروح مع دي، فتبقى النون تطلع ب 2. دي لو عايزين نعملها بايدينا، لو بالآلة الحاسبة برضه تطلع معاك. رقم 40 شوف رقم 41 عندي نون زائد 2 توفيق 8 الى نون زائد ناقص 2 لم تبديل 4 بيساوي 57 إلى 16، فإن النون بتساوي دي. برضو ممكن نجرب يا ولاد رقم، شوف مين في الاختيارات اللي هينفع نعملها بإيدينا كده يا شباب. هنا نون زائد 2 توفيق 8 على نون ناقص 2 تبديلة كام عندنا؟ تبديلة 4 تساوي 57 على 16. تعالوا نعمل النسبة بتاعتنا، المضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت، المضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، يعني نقول نحل كده على طول، نعمل علامة الاسم اهو، نحله بشاطر. يبقى هنا مضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت، تقول مضروب نون زائد 2 على مضروب 8، مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، 2 زائد 2 ناقص 2 زائد نون زائد 2 ناقص 8 يبقى نون ناقص 6، على مضروب اللي تحت اهو، يبقى مضروب اللي فوق ناقص ال 2، ومضروب اللي فوق ناقص اللي تحت يبقى نون ناقص 2 ناقص 4. يبقى انت يبقى عندك مضروب النون زائد 2، وهنا مضروب 8، وهنا مضروب نون ناقص 6 تقلب الكسر، يبقى هنا مضروب نون ناقص 6 تطلع فوق بتروح مع دي، يبقى هنا مضروب نون ناقص 2، كل ده النسبة 57 على ايه؟ على 16. هنا مضروب 8 ترجع تضرب في 57 على 16، يبقى 57 على 16 مضروب 8، ونون زائد 2 ونون ناقص 2 نطلع بقى كبيرة، تبقى نون زائد 2 تطلع، وبعدين نون زائد 1، وبعدين نون، وبعدين نون ناقص 1، لأن دي تخلص معتنا لما تطلع 3 مرات يعني. طب أنت عندك مضروب 8 من 16 نون زائد 2 عدد في اللي قبله في اللي قبله، هو بالترتيب كده عدد في اللي قبله في اللي قبله في اللي قبله بيساوي 57. شوف كده 57 في مضروب 8، 8 مضروب اهو، نحسب الناتج يعني بالآلة يساوي على 16، طلع عدد كبير يا ولاد اهو. هنشوف مين العدد اللي ضرب في اللي قبله في اللي قبله في اللي قبله 4 مرات يعني يدينا العدد ده، يعني نشوف مين ضربنا بالآلة الحاسبة يا ولاد، لأن العدد هو 21 هيتضرب في اللي قبله في اللي قبله في اللي قبله يديك العدد 14
143,640 ماشي. او ممكن تعوض كنت من الاول خالص تجرب في بالقلم اي رقم وتختارك، احنا بنتعلم مع بعض ازاي نحل بايدينا. فبالتالي هناخد ن ناقص زائد 2 ديت بتساوي ايه 21، يعني النون هتبقى بكام 19. خلاص ده السؤال كام، سؤال 41 نون بتساوي 19 اللي هي ألف يعني. السؤال اللي بعده 42 عايزين نقسم نون لام راء على نون لام راء ناقص واحد، يبقى هنا مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، اسمها تبقى ضرب مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت ماشي. هنا يا ولاد النون تروح مع النون، يبقى عندك مضروب ناقص راء نون ناقص راء زائد واحد على مضروب نون ناقص ايه ناقص راء. طيب دي معناها ايه يا شباب؟ احنا عندك مضروب على مضروب، يعني اللي تحت ده يبقى بالفرق لو طرحت دول من بعض النون هتروح مع نون والسالب راء تروح مع سالب راء، ويبقى عندك واحد. يعني عايزين نحولها يعني من صورة تباديل، كنا نطلع نون ناقص راء زائد واحد بره وده يتخلص مع اللي فوق، فيبقى نون ناقص راء زائد واحد. الإجابة بتاعتها رقم ايه؟ جيم للسؤال رقم 42. السؤال 43 9 لام راء ناقص واحد على 8 لام راء بيساوي 8، اوجد راء. 43 واللي 9 تبديل راء ناقص واحد على 8 تبديل راء يساوي 8 يساوي نقطة. تعالوا نشتغل بالقانون يا ولاد، والمضروب اللي فوق اهو على المضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، 9 ناقص راء زائد واحد. وهنا على نجيب مضروب اللي فوق بس نكتب بالعكس بمقلوب، يعني مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت يساوي 8 تمام. بس نعمل اسم ايه ضرب، يعني احنا عملنا الاسم ضرب اهو قلبنا الكسر التاني. التسعة تطلع بره ويبقى هنا 8، تروح 8 مع 8، 9 ناقص راء زائد 1 تساوي 11، يعني 10 ناقص راء، 10 ناقص راء، وهنا 8 ناقص راء، دي 10 ناقص راء، وهنا مضروب 8 ناقص راء، كل ده بتمن. طيب بتساوي ال 8 ممكن تطلع تبقى 7، مش هتنفع. تعالى نطلع دي 10 ناقص راء، 9 ناقص راء، مضروب 8 ناقص راء عشان نتخلص من اللي فوق، ده يروح مع ده. يبقى عندك 8 تساوي 10 ناقص راء في 9 ناقص راء، عدد ناقص راء اهوت. وهنا في عندنا رقم تاني موجود، في 9 موجودة يا شباب شايفينها، ان 9 موجودة معانا، 9 يبقى 8 في 9، عدد في اللي قبله 9 في 8، يعني هنا العدد 9 في اللي قبله اهو، وهنا العدد 9 ناقص راء في اللي قبله، ده اللي قبله يا ولاد، ده وده اللي بعده، ده 9 ناقص راء وده اللي قبله، لو انت من واحد يعني. المهم لازم تستفها كده انها طرح بالعكس يعني. فيبقى هنا 9 ناقص راء بتساوي 9، 9 بتساوي 9 ناقص راء، يعني الراء هنا بتساوي 10 ناقص 1 بتساوي 9، ده عدد وده اللي قبله ماشي. تاني كده نعملها يعني، هنا 10 دي 8 بقى فاهمين، يبقى الراء تساوي ايه 1، يبقى هنا 10 ناقص راء تساوي 9، يعني العدد في اللي قبله ده العدد وده اللي قبله، خلاص 10 ناقص راء واللي قبله 9 ناقص راء، يبقى العدد اهو وده اللي قبله، يبقى 10 ناقص راء بيساوي مين؟ بيساوي 9، او ممكن تقول 9 ناقص راء بيساوي 8، يبقى الراء تساوي ايه؟ تعدي هنا تبقى 10 ناقص 9 تساوي 1. فهمنا كده يا شباب؟ ان شاء الله نكمل بقية المسائل في فيديو تاني، اتمنى تكونوا فهمتوا. السلام عليكم ورحمة الله. يبقى احنا طلعنا الراء بتساوي ايه 1. وصلنا للسؤال دلوقتي 43 زي ما قلنا، وحللنا الناتج راء بتساوي 1. فاهمين كده يا شباب؟ نحاول كده ناخد كام مسألة كمان بالمرة في الفيديو. 44 بيقول لي نون توفيق راء زائد نون توفيق راء زائد 1 بتساوي الوقت. هنا قاعدة التجميع عدد مع اللي بعديه، يبقى انت طالما عدد مع اللي بعديه يبقى انت تيجي عند الكبير تزود على علم واحد، ها، وتاخد ايه الكبير، يبقى هما متتاليين نون توفيق راء زائد نون توفيق راء زائد واحد، بتاخد اللي الدليل بتاعه اكبر بدرجه لان ده زايد عن ده واحد وتزود على العالم واحد، فيبقى الاجابه بتاعتنا رقم ايه ج. دي قلناها في الشرح يا ولاد واحنا بنشرح المسائل من شويه فاكرين يعني. هنا برضو من اسئله التجميع اهي، بيقول نون توفيق 6 زائد نون توفيق 5 ب 84، عايزين النون دول متتاليين يا استاذ، يبقى هتيجي عند مين؟ هتيجي عند الكبير ده تزود على العالم واحد، يبقى انت بتاخد اللي هو الدليل بتاعه اكبر من ده 6 دي ايه؟ دي 5 دي اكبر منها ودي زيها، يعني العالم زي العالم بس الدليل فيه متتاليين، فتاخد الكبيره وتزود على العالم ايه؟ 1، خد الكبيره
يبقى هنا نون زائد واحد توفيق ستة بيساوي 84. شوف مين العدد اللي توفيق ديك ايه 84. او ممكن تفك بقى يعني حسب زي ما انت عايز، تقول له مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت المضروب اللي تحت. يبقى هنا نون زائد واحد ناقص ستة تبقى دي بسالب خمسة، مضروب نون ناقص خمسة، وهنا نون زائد واحد. هنا ممكن تجرب بالآلة بس تاخد وقت، تجرب بقى بالآلة يعني عشان تنجز في الحل يعني. يعني انت وصلت الخطوة دي، شوف بقى جرب من الأرقام، هي تطلع معاك بس بخطوات كتير يا ولاد. انتوا فاهمين طبعا، انا شرحت كتير مسائل من دي. يعني انت وصلت دلوقتي اللي هو مضروب نون زائد واحد على مضروب نون ناقص خمسة بيساوي 84 مضروب ستة. نون ناقص خمسة ونون زائد واحد تطلع دي بره، تبقى نون زائد واحد نون، وهكذا. خلصها بالمرة، نون زائد واحد نون، نون ناقص واحد نون، ناقص اتنين نون، ناقص تلاتة. شوف قد ايه نون ناقص تلاتة، ها نون ناقص اربعة. كل ده هتعمله بايدك، فالآلة تنجز معاك على طول في الامتحان بقى عشان ما تتشتتش. تساوي 84 مضروب ستة، ها ال 84 ممكن تقول مضروب ستة اللي هي ستة في خمسة في أربعة في تلاتة في اتنين في واحد، وال 84 دي تتفككها تقول والله هي اتنين في كام، أربعة في 42، و42 دي ستة في ايه، في سبعة، ستة دي اتنين في تلاتة، وهكذا. تقعد تفكر بقى بحيث تجمع أعداد مع بعضها وتوصل للأرقام. لاحظ الستة ظهرت، السبعة ظهرت معانا اهيت، وإن الاتنين تتضرب. حاول تفك بقى الستة دي اتنين في تلاتة وكون عدد كبير تاني، يبقى تلاتة في تلاتة بتسعة معانا، وتاخد تلاتة هنا. فاهمين يعني؟ نحاول كده نستفها مع بعض. ها كده طلعت معانا تسعة في تمانية في سبعة في ستة في خمسة أربعة في تلاتة في اتنين في واحد، تمام. فيبقى النون زائد واحد دي بتسعة، يعني النون بتمانية. الآلة بقى تنجز معاك الكلام ده كله. عوضت هنا بتمانية، تمانية زائد واحد بتسعة، تسعة توفيق ستة تطلع 84. تعالوا نعملها على الآلة كده، تسعة توفيق ستة ب 84 بالآلة على طول. جابت السؤال بتاعنا اللي هو 45، قلنا النون تطلع بإيه؟ بتمانية. الباقي بقى تجميع يا ولاد، أحاول إن شاء الله فيديو تاني عشان الوقت، بس إن شاء الله. خلاص إن شاء الله خلصت لكم المسائل بإذن الله. أتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.